السلام عليكم، كيفكم صبايا؟ اليوم راح نحكي عن types of intravenous fluid and their calculation. طبعا في عنا types of intravenous fluid، في عنا نوعين. أول نوع اللي هو colloidal intravenous fluid، والنوع الثاني اللي بتشوفوه أكثر بالمستشفيات اللي هو crystalline intravenous fluid. راح نتعرف هلا على كل واحد فيهم. بالنسبة للكولويدال انترفينوس فلويد، يمكن مر عليكم شفتوا انتو لما داومتوا بالباطنة الألبومين، واللي بداوموا بالاي سي يو سي سي يو بيشوفوا الاشي اسمه هيس، الهيدروكسي ايثيل ستارش، اللي هو اختصار الهيس الهيدروكسي ايثيل ستارش. هذول التنين نوعهم كولويدال. لنتعرف ايش وظيفتهم. اللي هو الكولويدال انترفينوس فلويد، it acts by shifting of a fluid from extravascular space to the intravascular space by increasing intravascular oncotic pressure. يعني هون وظيفته بيشتغل على oncotic pressure اللي هو بيعتمد على البروتين through its protein content. HIS اللي هو هذا شكله and albumin are an examples on it. These fluids are usually used in conditions where excessive protein are lost in cases of severe burn. في حالات severe burn بيحتاجوا ألبومين أو هس. nephrotic syndrome زي ما كنتوا تشوفوا بقسم الأطفال and ascites زي ما كنا نشوف بقسم الباطني في حالات due to liver failure. بالحالات الليفر فيلر من ال signs and symptoms لل liver cirrhosis liver failure اللي هو الأسايتس اللي هو accumulation of fluid in the abdominal cavity. فيعني الـ IV used بهدول الحالات اللي هو عادة الألبومين في حالات الأسايتس. في عنا النوع الثاني اللي هو المور كومون اللي احنا بنشوفه أكثر بأقسامنا بالأنتينيتال بوست نيتال بالليبر اللي هو الكريستالاين انترفينوس فلويد. طبعا هذا الكريستالاين له 3 types according to its concentration. طبعا أول نوع مر عليكم بسنة أولى لما أخذتوا الفاندمنتال النظري والعملي، ولما أخذته كمان داومته بالأدلت بأقسام الباطن والجراحة اللي هو isotonic solution. إيش يعني isotonic؟ isotonic is its osmolarity is similar to the plasma osmolality which is from 270 ل 330 ملي أوزمول. في عنا الhypertonic solution، طبعا its osmolarity is more than the plasma osmolarity which is more than 330 ملي أوزمول بير لتر. الهايبوتونيك طبعا راح تكون استعمالاتها أقل، راح نشوفها وراح تكون الأوزمولاريتي لها أقل من البلازما أوزمولاريتي which is less than 270 ملي أوزمول بير لتر. طبعا المين تايبس اللي حكينا 3 تايبس اللي هو ايزوتونيك وهايبوتونيك وهايبرتونيك. اكثر نوع موجود عندنا اللي هو الايزوتونيك اللي هو 0.9 نورمال ساين. طلعوا 0.9 نورمال ساين هذا ايزوتونيك. اذا كان اكثر من 0. اكثر من 9% اللي هي مثلا 3% نورمال ساين راح يكون هايبرتونيك. اذا كان نص هاي الكميه 0.45 نورمال ساين راح يكون هايبوتونيك. في عنا الرينجر لاكتيت، والنوع الثالث اللي هو 5% ديكستروز ان ووتر اللي هي ديكستروز ووتر. طيب هلا الهايبوتونيك حكينا استعمالاته اقل، ويعني نوعا ما اكثر بالمستودعات بيستخدموها انهم بدمجوا نوعين هايبوتونيك مع بعض، لانه الهايبوتونيك اكتشفوا انه مع كثره استخدامه ممكن يزيد الانتراكرينيال بريشر انتراكرينيال فلويد، فيعني برضه خطوره انهم يستخدموه كثير. فبيستخدموا يعني دوائيا انهم بيركبوا من نوعين من الهايبوتونيك، هايبوتونيك ما هايبوتونيك، يا اما بصير ايزوتونيك او ممكن يكون هايبرتونيك. الهايبرتونيك زي ما قلت لكم تراكيز اعلى من التراكيز اللي احنا بنعرف عليها، يعني مثلا 0.9 نورمال سلاين هذا ايزوتونيك، اما 3% نورمال سلاين راح يكون هايبرتونيك. مثلا عندنا النورمال سلاين لحاله راح يكون ايزوتونيك، الدكستروز ووتر لحاله راح يكون ايزوتونيك، اما ندمج نورمال سلاين مع دكستروز ووتر راح يصير هايبرتونيك. في عندنا مثال ثالث على الدكستروز ووتر
لما يكون نسبته أكثر من 5%، يعني بأقسام الطوارئ أو على الريسسيتيشن ترولي، مرات بنلاقي إنه في عندنا ديكستروز ووتر 10% وفي ديكستروز ووتر 25%. فهذولا examples للهايبرتونيك سوليوشن. يعني الايزوتونيك سوليوشن بنعرف الديكستروز ووتر الموجود عادة بالأقسام اللي هو بيكون 5%. إذا كان أكثر من 5% زي يكون 10% أو 25%، معناته هذا مثال على انه يكون هذا السوليوشن هايبرتونيك. طبعا حكينا الايزوتونيك فلويد اند ذير يوزز بشكل سريع 0.9 نورمال سلاين، حكينا هذا 0.9 معناته اللي هو ايزوتونيك، يستخدم في حالات الشوك، في حالات الريسسيتيشن راح تشوفوه معلق بالامرجنسي ترولي، في حالات فلويد تشالنجز يعني هي فلويد لوس، في له استخدامات كثير. طبعا هلا الرينجر لاكتيت برضه مثال ثاني على الايزوتونيك سوليوشن في حالات الديهايدريشن، في حالات البين، في حالات الجاسترو انترايتس. في عندنا الدكستروز ووتر 5% برضو هذا من الايزوتونيك سوليوشن في حالات الفلويد لوس اند ديهايدريشن يعني بليسمنت، في حاله الهايبو نيتريميا. يعني مر انه حكينا لكم بمحاضره اللاب ريزلتس عن انه في حالات لما بزيد الصوديوم بيكون يعني الحل له انه يعطي الطبيب الفيزيشن ديكستروز ووتر عشان انه يتخلص من الاكسترا صوديوم الموجود بالجسم. هلا في عنا الهايبرتونيك سوليوشن، في امثله منها 5% ديكستروز ان 0.9 نورمال سلاين، هاي لحالها زي ما حكينا ايزوتونيك، هاي لحالها ايزوتونيك، حطينا 5% ديكستروز ان 0.9 نورمال سلاين فهذا صار هايبرتونيك سوليوشن. من الـ يعني الاستخدامات وامثله على الاستخدامات اللي هي هيت ريليتد ديس اوردرز اللي هي ضربات الشمس، مثلا فريش ووتر درولينج اللي هو الغرق بالمي، بيروتونايتس له يعني استخدامات كثير. في عنا 5% ديكستروز ان رينجر لاكتيت، نفس القصه ال 5% ديكستروز ووتر راح يكون ايزوتونيك، رينجر لاكتيت لحاله راح يكون برضو ايزوتونيك، اثنين مع بعض راح يصيروا هايبرتونيك. مثال بيستخدموا في حالات الهايبوفوليميك شوك، يعني واحد فقد سوائل كتير نزف صار معه مشاكل، يعني هايبوفوليميا. هيموراجيك شوك نفس القصة، برضو سيرتين كيسز اوف اسيدوسيس. نيجي للدكستروز 5% ب 0.45 نورمال سلاين، استخداماتها برضو هاي لها استخدامات. طيب هلأ الاشي اللي بهمنا، خلينا نركز على الاشي اللي بهمنا اللي هو كيف بدكم تعملوا كالكوليشن حسابات بالانترفينوس كالكوليشن. بس بدي احكي لكم شغله قبل ما نحكي عن الانترفينوس كالكوليشن. هلا النيرسز اكشن لاي ممرضه قبل ما تعطي اي في فلويد، يعني ممكن يجيكم سؤال وات ليست مثلا يور نيرسينج اكشن فور بيشنت ريسيفينج اي في فلويد سواء كان كولويدال او كريستالين، بيكون كيف بدك تجاوب. اول شيء بدك تحكي انها ميجر فايتال ساينز سبيشالي بلاد بريشر وهارت ريت. الشيء الثاني انه طبعا في عندنا 6 رايتس نتاكد رايت بيشنت، لان هذا باعتبار اي في يعني زي الدرجز، رايت بيشنت رايت دراج اللي هو رايت اي في يعني رايت دوز رايت روت رايت تايم رايت دوكيومنتيشن، بدكم تتاكدوا رايت تو ريفيوز برضه فيها اضافه على 6 رايتس، وبرضه الرايت انه تتاكدوا الاكسباير ديت لهذا المنتج، يعني هاي more than six rights. بنتأكد حكينا من ال vital signs من six rights، بنتأكد من الكانيولا إذا كانت in ولا out، طبعا لازم الكانيولا تكون in، ما يكونش في signs of phlebitis inflammation حوالين الكانيولا إنها تكون new. بدنا نتأكد كمان من ال urine output للمريضة، إنه ما يكون كيف وضع اليورين بالنسبة إلى إروجيوريا بوليوريا، كيف وضع اليورين في تيربت، نشوف اليورين أوتبوت يفضل. برضو من النيرسز أكشن لمريض ريسيفينج آي في فلويد إنه ممكن الطبيب يطلب منا ناخد بلاد سامبل عشان يعمل according to blood sample kidney function test، يعني يعمل كومبنسيشن للاي في، سواء انه يزيد الجرعه يغير النوع يغير لصوديوم يغير لرينجر، فهذا يعني اكوردنج تو فيزيشن فممكن يطلب منا ناخذ بلاد سامبل. هلا بدنا نتاكد انه البلاد سامبل اخذناها ليست من اليد اللي المريض ريسيفينج اي في فلويد منها، هاي بدنا نتاكد منها. طيب نرجع للموضوع اللي بهمنا اللي هو كيف نعمل اي في كالكوليشن. في عنا طريقتين، احنا الاسهل بدنا نحكي عنهم المايكرو دروبر والماكرو دروبر، راح تشوفوا ان شاء الله انتم لما يعني جسترو وهذا. في عندنا كمان طريقه اللي هو عن طريق الالكتريكال بامب، ما راح نحكي عنها احنا لانها مش من ضمن يعني
المتطلبات تبعتكم، بس يعني اذا مرت عليكم ما تكونوش مستغربين، في طريقه المايكرو دروبار، الماكرو دروبار، وبرضه عن طريق الالكتريكال بامب. بالنسبه للمايكرو دروبار طبعا بتعرفوا شكل المايكرو دروبار اللي هو الفوليوم ضرب دروب فاكتور على الاورز في 16 في 60. طبعا هنا الدروب فاكتور بالنسبه للمايكرو دروبار اللي هو راح يكون كل ام ال بنزل فيه 60 نقطه، فهي هنا اوتوماتيكلي راح تكون الدروب فاكتور اللي هي 60، هون الدروب فاكتور راح تكون 60، فهون راح تكون الفوليوم، يعني المفروض هون احط 60، فهون الفوليوم، فبتصفي الدروب فاكتور اللي هو 60 بتنشطب مع 60، يعني كثير سهله حساب الانترفيرس كالكوليشن بالمايكرو دروبر، بس مجرد ما تحطوا الفوليوم على الاورز بيطلع لنا دروب بيرمننت. فهون لان بدنا نتاكد نتذكر انه الدروب فاكتور هون عندنا بالمايكرو دروبر اللي هو 60. هلا في عندنا بالماكرو دروبر الفوليوم ضرب دروب فاكتور 15، بس هون بدي تتاكدوا شغله، الدروب فاكتور هون 15 عندنا بالانفيوجن ست الموجوده عندنا بالصحه وبالاردن نوعا ما، لانه في رح اذا شفتوا بمراجع ثانيه الدروب فاكتور رح يحطوا لكم اياها 20، ما تستغربوا، يعني غير عن الدروب فاكتور تبعت البلاد اللي هو 10. الدروب فاكتور تبعت البلاد 10 انا رح اعمل لكم محاضره كامله عن الانترفينس عن البلاد ترانسفيوجن ان شاء الله وايش النيرسينج ريسبونسبيلتيز خلالها. بس هون ممكن تشوفوا دروب فاكتور 20، فهاي حسب الشركه المصنعه، احنا الشركات المصنعات اللي عندنا الدروب فاكتور تاعنا تبع الماكرو دروبر 15، فعشان اذا مثلا وردوا لنا مره ماكرو دروبر فيها الانفيوجن سيت تبعتها ال1 ام ال بنزل عندنا ب 20 نقطه ساعتها نغير، بس احنا لهلا موجود عندنا ال 15 على الاورز في 60. طبعا وهون بيطلع عندنا الدروب بيرمننت. نعيد مره ثانيه، المايكرو دروبر اللي هو الفوليوم ضرب دروب فاكتور اللي هو 60 على الاورز في 60، طبعا 60 مع 60 راح تروح، بصفي عندنا الفوليوم على الاورز بيطلع لنا دروب بيرمننت بالمايكرو دروبر. بالماكرو دروبر الفوليوم في دروب فاكتور اللي موجود عندنا هلا اللي هي 15 على الاورز في 60 بيطلع لنا دروب بيرمننت. ناخذ امثله. هلا دكتور اوردر از جلوكوز لاين، جلوكوز لاين 500 سي سي كيو 6 اورز، انسر ذا فولوينج كويستشنز، وات از جلوكوز لاين؟ طبعا جلوكوز لاين من الشرح السابق حكينا اللي هو عباره عن از هايبرتونيك انترفينس سوليوشن، بناخذه بياخذ المريض طبعا عشان يعمل ريبليسمنت للجلوكوز، ياخذ جلوكوز كفايه وياخذ سلاين اللي هو ان اي سي كفايه. طبعا هلا كالكوليت السؤال الثاني، كالكوليت ذا نمبر اوف دروبس ان اماكرو دروبر. هلا انا عندي 500 ام ال، بنحط 500 ام ال اللي هي الفوليوم الموجود. دروب فاكتور بالماكرو اللي هي 15 على 60 في 6، 15 على 60 في 6، 60 في 6 شو هدفي منها؟ تحويل من اورز الى مينتس، من اورز الى مينتس، بيطلع عندي النتيجه 20.8 دروب بير مينت، يعني هاي بدنا نعطي للمريض اراوند 21 دروب بير مينت، حوالي 21 دروب بير مينت. طيب السؤال الثاني، مثال ثاني، اكزامبل ثاني، دكتور اوردر از رينجر لاكتيت، رينجر لاكتيت هو طبعا ايش ماله؟ اللي هو ايزوتونيك سوليوشن. كان الدكتور اوردر كان 250 سي سي كيو 4 اورز، انسر ذا فولوينج كويستشنز، اول شيء وات از رينجر لاكتيت؟ طبعا حكينا هو عباره عن ايزوتونيك سوليوشن، يعني ايزوتونيك سوليوشن يعني الاوزماليتي له من 270 الى 330 ملي اوزمول بير لتر. كالكوليت السؤال الثاني اللي هو البي، calculate the number of drops in a micro dropper. شو بنعمل؟ بنحكي 250 ضرب 60 على 60 في 4، بامكاني ما احطش ال 60 من اساسه، ان احط الفوليوم المطلوب مني اللي هو 250 على 4 راح يطلع عندي 62.5، يعني اراوند 63. هلا بدي منكم كويز صغير، دكتور اوردر از نورمال سلاين 1000 سي سي كيو 8 اورز، انسر ذا فولوينج كويستشنز. اول شيء ايش هو نورمال سلاين؟ بدكم تجاوبوا ايش يعني نورمال سلاين. السؤال الثاني حكيته بالشرح، mention the nursing action for a patient receiving this solution. مريض بياخذ النورمال سلاين او اي اني اذر انترفينس فلويد، ايش انتيك النيرسز اكشن الى الك اذا المريض بياخذ هذا الاي في. النوع السؤال الثالث، calculate the number of drops باستخدام، بدك تحسبي كم دروب بير مينت اذا استخدمتي الماكرو دروبر انفيوجن ست العاديه او استخدمتي المايكرو دروبر. وثانك يو.